جدا ونشكر جميع الطلاب الجامعات الأمريكية اللي وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته للرجوع إلى قطاع غزة وبنهاء تضامنية هاي للشكر الجامعات الأمريكية والطلاب الأمريكيين على وقوفهم معنا وتوصيل رسالتنا إلى العالم إنه يوقف الحرب. ضغط جماهيري وضغط شعبي على الحكومات ويجب على الحكومات أن تستمع إلى مطالب شعوبها وأن تقر بحق الفلسطينيين. Thank you.